عسل المانيوكا ينتج من النحل الموجود بجبال نيوزيلندا وجبال أستراليا، ويتغذى النحل على زهور شجرة الشاي المعروفة أيضاً باسم شجرة المانيوكا، ويتميز بنكهة خاصة وبلون قاتم. أكدت عدد من الدراسات أن هذا النوع من العسل يساعد على علاج العديد من الأمراض يلي يصعب علاجها، خاصة أمراض الجهاز التنفسي، لهيك يعد الأفضل بالعالم، وبتمتع بعدد من الخصائص أبرزها أنه مضاد قوي للجراثيم والبكتيريا، وبيختلف تأثيره عن تأثير أي نوع عسل آخر، وهو معالج جيد لمختلف أنواع الجروح، وأثبت فاعلية قوية بعلاج التهاب الكلى. يختلف عسل المانيوكا عن العسل الطبيعي بسبب ارتفاع نسبة مادة إلى تأثير كبير كمضاد للجراثيم، وبيرتفع تركيز المادة لا 100 مرة أكثر مما هو موجود بالعسل الطبيعي. بسبب الطلب الكبير عليه ارتفع ثمنه بصورة هائلة، خاصة بعد تصنيفه كعلاج سحري، وبيوصل سعر العلبة منه بحجم الكأس ل 100 يورو. الآثار الجانبية لهالنوع من العسل ما زالت غير معروفة، لهيك يجب توخي الحذر بالعلاج الفردي دون استشارة طبيب مختص.